حسام حسن ومجلس إدارة المصري للاستفادة بجودة اللاعب وزميله الآخر عبد الله جمعة، ولكن صالح ها هو صالح، شوفوا ميدو جابر يلعب لكن خطأ من اللاعب محمد حمدي، صالح خطفها كالملقاط لمصلحة فريق النادي الأهلي. أدي الخطأ محمد حمدي في هذه الأماكن على اللاعب المدافع أن يبعد الكرة إلى ركنية أو إلى تماس، ولكن ألا يحتاج فيه أن يحتفظ بالكرة. صالح عمل تاكلينج، التقط الكرة وكأن قدمه فيها مغناطيس، ومن هذه الوضعية وكأن قدمه اليسرى ضربة رأس في الوسط عند أحمد رمضان بيكهام. أصبحت الكرة من نصيب ميدو جابر، لمسة في الجهة اليسرى، كريم نيدفيد انطلاقة دخول تقدم محاولة للأهلي، مهارة عالية ولكن مركز الظهير الأيمن، ولكن كرة اتلعبت له خرجت إلى ركلة مرمى. ادي في الاعادة الكرة اللي كانت نيدفيد، استلم كريم وعدى من واحد والتاني وحط كرة في اربعة، ولكن كان الانقضاض في التوقيت المناسب من احمد ايبا منصور من لاعبي خط الوسط مواليد 98 من ناشئين النادي المصري البورسعيدي. ادي التمريرة الممتازة ملعوبة ميدو محمد الشامي، كرة مرتدة لمصلحة الاهلي، استلام الرائع والتحرك في الجانب الايمن عماد متعب، ولكن حرثر بالسلب على اداء اللعب. رامي تماس متعب صاحب ال 34 سنه، خمس لقاءات، ده اللقاء السادس له هدف في مرمى مقاول العرب، في لقاء الفوز بهدفين مقابل لا شيء في الجوله رقم 19 هو اللي كان افتتح النتيجه. ومؤمن زكريا الدشاوي يلعب الكره داخل منطقه الجزاء للاعب المتقدم محمد حمدي، كره تقطعت رجعت لمصلحه صالح جمعه، استلم مرر لمتعب، لمسه بالراس، صالح مره ثانيه لمتعب مع احمد ايمن منصور، هل يتفوق؟ حكم يقول لا شيء مع سقوط احمد ايمن. نيدفيد يلعب كره على الارض لمتعب، سابها تمر في اتجاه محمود عثمان، ولكن هنا الخطا في لقطه العاده، كره مرت من تحت قدم السيد عبد العال.